بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في هذا الفيديو سوف نقوم بعملية شرح طريقة تركيب أو تجميع أنبوب العمودي، الأنبوب العمودي للزراعة المائية أو ما يسمى ببرج الزراعة المائية. احنا قمنا بعمل فيديو سابق في كيفية طريقة صناعته وتهيئته وعمل الثقوب لهذا الغرض. الآن سوف نقوم بعملية تركيبه ونصبه. نحتاج في البداية إلى الأجزاء التي تظهر أمامكم. أولا الأنبوب نفسه، ثانيا سطل بحجم مناسب وقوي مع غطائه، مضخة، خرطوم، غطاء بعرض الأنبوب، تقسيم للماء، والمواد اللي سوف نقوم بالزراعة بها كالإسفنج الزراعي أو الصوف الصخري وأقداح الزراعة. بالبداية احنا السطل قمنا بعمل فتحة في الغطاء، عرضها بعرض الأنبوب بالضبط وحتى نقوم بإدخاله، لكون الأنبوب سوف يستقر في قعر السطل، وبالتالي سوف يكون مركز ثقله على الأرض، ويقوم الغطاء بإسناده عن الانحراف يمينا أو يسارا. طبعا احنا قمنا بعمل هذا الثقب الصغير وآخر في السطل لغرض امرار السلك الكهربائي للمضخة منه. نقوم بإدخال الأنبوب في الغطاء بهذا الشكل لحين وصوله إلى هذا الخط العرضي اللي احنا وضعناه مسبقا، وهو عمق السطل أو الحوض الذي سوف يتم فيه حفظ وخزن المحلول المغذي. بهذا الترتيب الآن هذه القطعة من الخرطوم العادي، خرطوم السقي في الحدائق، سوف نقوم بإدخاله وإمراره في داخل الأنبوب. بعد إدخال الخرطوم في داخل الأنبوب نحضر هذه المضخة الاعتيادية المستخدمة في المبردات موجودة. نقوم بإيصال المضخة بالخرطوم بهذا الشكل، ثم نخرج السلك الآن سوف نقوم بتركيب هذه القطعة التي استخرجناها من الغطاء وعمل ثقوب بها، حتى بهذا الشكل سوف يخرج الماء وينزل عبر هذه الفتحات والثقوب بشكل دوش ويرطب الجذور ويقوم الجذر بامتصاص العناصر والمياه منه. ندخل التقسيم في الطرف الآخر من الخرطوم بهذا الشكل. بعد إدخال الأسطوانة هذه المثقبة تدخل أيضا بشكل هذا الارتفاع، يكفي لها. الغطاء هذا للغرض عدم سقوط الأتربة أو الأوساخ هنا، وكذلك للجبالية يكون بهذا الشكل. الآن
بعد إكمال بقي الأجزاء السابقة نقوم بوضع الأنبوب في داخل السطح. طبعا احنا هذا الثقب مخصص حتى السلك ما يتعرض إلى ضغط أو ضربة فلا سمح الله يقوم بتوصيل التيار الكهربائي. احكام الغطاء والكبسة بهذا الشكل. تمت عملية تركيب الأجزاء الأساسية في هذا الأنبوب، أولاً السطل والمضخة والخرطوم والدوش والغطاء. الآن سوف نقوم بوضع هذه الأقداح، أقداح الزراعة المائية المخصصة لهذا الغرض. نقوم بتوزيعها على الفتحة. بعد أن أكملنا توزيع الأقداح بهذا الشكل أصبح منظره لدينا هنا هذا ما يسمى بالصوف الصخري، يباع جاهز نستطيع القيام بالزراعة فيه مباشرة، وهذا إسفنج زراعي. الإسفنج الزراعي سعره يعتبر أنسب من الصوف الصخري، وإن كان يعني كلاهما سعره معقول ومناسب. فيه ثقوب مخصصة لوضع البذرة فيه، ويقوم بامتصاص الماء من الأسفل أو بالرش، ثم تنبت البذور وتخرج الجذور منه. بالنسبة للإسفنج هذا الزراعي يختلف عن الإسفنج المستخدم في غسل الصحون، من ناحية أن المسامات تكون فيه بشكل طولي بحيث تصبح شعيرات طولية يصعد فيها الماء بسرعة وبيسر إلى البذرة. أما بالنسبة للإسفنج العادي ممكن استخدامه أيضا، مع الحرص على المراقبة باستمرار في حالة جفافة لكون الحجرات فيه تكون بشكل كروي فيتجمع الماء في الأسفل والجزء الأعلى من الإسفنج سوف يكون جافا. مراقبته وأيضا يمكن استخدامه بشكل جيد. نقوم بقطع قطعة منه وتوضع بهذا الشكل. احنا بالبداية قبل ان نقطع عادة نضعه في صينية ونقوم برش وتشبيعه بالماء لمدة 20 دقيقة الى نصف ساعة، ثم بعدها نتخلص من الماء الزائد، ثم نقوم بعملية الزراعة مباشرة والقطعة كاملة قبل التقطيع. التقطيع سوف يكون بعد إنبات البذور ووصوله إلى مرحلة معتد بها ونقله إلى الأنبوب. ممكن حتى يدويا بدون سكين ممكن أن تقطيعه، يحتاج إلى السكين هنا لأنه كونها مجاف. كذلك بالنسبة للإسفنج، الإسفنج مقسم ومقطع يعني استخراج قطعة بسهولة أكثر من عنده، وأيضا يكون شكلها هنا بهذا الشكل. إن شاء الله سوف نقوم بتصوير فيديو يوضح كيفية الزراعة في هذه الأوساط وكيفية نقلها إلى برج الزراعة المائية. هذا ببساطة كل ما في الموضوع، وشكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.